بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الكرام متابعي شبكة مرسال الإعلامية، أحييكم وأرحب بكم مساء هذا اليوم السبت 16 من شهر أكتوبر لعام 2021. أحدثكم من خلال مبادرة مرساي جلسة مطعم، برنامج كريم العرب من خلال مقر شريكنا الاستراتيجي مطعم شيخة المطبخ في محافظة جدة حي الصفا. طبعا مطعم شيخة المطبخ النسائي يقدم لكم وجبات سعودية، أكلات سعودية من المطبخ السعودي الأصيل من خلال أيدي نسائية عاملة في هذا المطعم تحت إدارة وإشراف سيدة الأعمال السعودية مها الشمري، رئيس طائفة محلات الطباخين في محافظة جدة. مطعم شيخة المطبخ أيضا يقدم الولائم الخارجية، ويقدم المناسبات والأفراح، ويقدم أيضا البوفيهات الخارجية والطلبات من داخل المطعم ومن خارج المطعم أيضا من خلال تطبيقات التوصيل، التطبيقات الذكية. يمكنكم أن تتعاملوا مع هذا المطعم الموجود في محافظة جدة في حي الصفا. أيضا يقدم مطعم شيخة المطبخ أنواع الأرزاز والكبسات والقرصان والجريش وأيضا المرقوق والحلى الشعبي السعودي وأنواع الإدامات المختلفة. فمن يرغب التواصل مع مطعم شيخة المطبخ يتصل على رقم 0554001217 وعلى الرقم الآخر 0554009221، وتجدون إن شاء الله ما يسركم ويطيب خواطركم من جودة الأكل وكفاءته ولذته ونكهته من خلال الأيدي النسائية في هذا المطعم، مطعم شيخة المطبخ في حي الصفا بمحافظة جدة. كنا معكم في تغطية من خلال شبكة مرساي الإعلامية. شكرا لكم جميعاً.